الله الرحمن الرحيم. اي بي عبد الرحمن رئيس المتحف الجامعي للنيازك. ف كما كتعرفوا المتحف تاسس في 2016، دابا عندنا تقريبا 5 سنين. فقطع اشواط اشواط، وحنا راضيين على داك الاشواط اللي قطع. فولينا دابا كنخدموا على بزاف ديال الاصعده. الصعيد الاول هو الثقافه العلميه، فكيجيو عندنا الاطفال ولا التلاميذ، كيجيو عندنا طلبه اللي ما كيديرش جيولوجيين، ما طلبه في الاداب ولا طلبه في الحقوق ولا في كليه العلوم، ولكن ما كيديرش جيولوجي. كنفسروا لهم عامه علم الكون، ولا وخاصه علم النيازك. دونك كنديروا معاهم لاسترونومي اي لي ميتيوريت. الشوط الثاني والدوزيام اكس هو كنديروا التعليم. فكتعرف بان حنا في كليه العلوم عندنا شعبه ديال علم الارض والكون. فالكون تيقراو فيه غير شي حاجه قليله في كليه العلوم، اذا تيجي يكملوا داك الافكار ديالهم والمعلومات تيكملوها في المتحف. فاش كيجيو الناس ديال الجيولوجيا عندنا واحد الوحده في المسلك ديال الاجازه، فكنجيبوهم هنايا يكملوا الدراسه ديالهم ويديروا البحوث ديال اخر السنه. كنخدموا على في الاكسبيرتيز، في الخبره. كنديروا الناس دابا ولاو كيعرفونا في المغرب كله، قبل كانوا كيجيونا غير من شي مدن جنوبيه في المغرب، دابا ولاو كيجيونا من المغرب كامل، كيجيو حتى خارج المغرب، من تونس، من العراق، اكثريه من موريتانيا، من مالي، من فرنسا. كيجيو الناس اللي كيكونوا هنا في فرنسا كيلقاو حجر، كيجيبوه لنا باش نشوفوه، باش نديروا لهم الخبره على داك الحجر اللي عندهم، واش هو نيازك ولا غير حجره ارضيه. اللاكسي كنخدموه عليه، كنخدموا عليه بزاف. المحور الاخير اللي كنخدموا عليه بزاف هو البحث العلمي. فالبحث العلمي فيه شقين، فيه الشق ديال الماستر. ففي الماستر عندنا واحد الوحده ديال علم النيازك، فالطلبه ديال هذه الوحده تيكملوا الدراسه ديالهم هنايا، وكيديروا البحث ديالهم، كياخذوا موضوع اما على الفوهات النيزكيه، على انواع النيازك، على نواة النيازك افريقيه، ولا تياخذوا موضوع وكيحاولوا يديروا البحث ديالهم في هذاك الموضوع. الشق الثاني هو الدكتوراه. الدكتوراه عندنا نيازك مهمه جدا في هذا المتحف، فوراهم قصه، وراهم واحد البحث كبير. فدابا حتى الان وصلنا للدكتوراه الثالثه، بحث ثالث في الدكتوراه، خدام الدكتوراه معاهم. وكان المتحف هذا هو الحجره الزاويه اللي عاونتهم باش يلقاو الماده، لان النيازك قليله. كما كنقولوا دائما هذا هو اول نيزك في العالم العربي وافريقيا. فالعالم العربي وافريقيا ما تقدرش دير بحث كبير على النيازك من غير داك التي غتمشي لاوروبا ولا غتمشي لامريكا. لا، دابا ولينا تنقدوا، لان عندنا نيازك مع دي كونفونسيون، مع شراكه مع الباحثين ديالنا اللي زوموا كيما في ايطاليا ولا في فرنسا في مصر. فكنديروا البحوث عامة، تناخذوا الطلبة وكيديروا بحوث، إما طلبة مغاربة ولا طالب أجنبي. فالمحور الرابع هو كاينين اكتشافات دارهم المتحف الجامعي للنيازك كأساتذة. حنا في جمعية المتحف الجامعي للنيازك وكباحثين، فدرنا اكتشافات. آخر اكتشاف هو عندنا واحد النيزك هنا في المتحف، إيغيليت، تقريبا عنده شي سنتين هو عندنا هنايا، تلقى في المنطقة ديال ميدلت. فاخر بحث درنا لقينا فيه الماس. فكتعرفوا بان الحجر ديال النيازك فيه الجرافيت، ومع ذلك الاصطدامات كيتحولوا للماس. فكان اكتشاف مهم جدا، اكتشاف مغربي 100%. الاكتشاف الثاني هو في منطقه ايميلشيل، لقينا بان كاين واحد الاصطدام، واحد النيزك كبير طاح تما ودار واحد الفوهه نيزكيه اسميتها ابودان، اول فوهه نيزكيه في المغرب. فكان واحد الجدال في الاول، بان كنا قلنا كاين ثلاثة الفوهات. فالبحث درنا واحد الدكتور، دابا خدام واحد دكتورة خدام على دوك الفوهات، ولكن لا كومونيتي سيونتيفيك، كاع الناس ديال المهتمين في العالم متفقين بأن كاينة فوهة في واحد إيميلشيل غويدال، بأن فوهة نيزكية. الاكتشاف الآخر هو لقينا واحد النقوش صخرية، أول نقوش صخرية في العالم العربي وإفريقيا، كتوحي بأن طايح حجارة طايحة من السماء، شعل فيها العافية وطايحة من السماء. لقيناو في النواحي ديال الصويره، ودرنا عليها مقالات علميه، باقي خدامين فيها باش نديرو، درنا عليها دي بوبليكاسيون سيونتيفيك في
مجلات علمية دولية وباقي كنديرو فيها البحث العلمي. السلام عليكم، معكم علي فتاح من العمل قرسيف. أنا باحث في هذا النيازي، الهواية ديالي مصر ديالي وأنا كنبحث على هذا النيازي. النيازي بغينا حنا نوصلوا للعلم اللي يقراو عليه الطلبة ويكون مزيان، يعني يقراو عليه الحاجة اللي كتجي للسماع يحتاجوها الطلبة يقراو عليها، بغينا ما تضيعش. حنا كنبحثو مزيان ديما حنا في التيران على برا، المهنة ديالنا المعادن، هادشي ديال المعادن والأحجار الكريمة والرخام، وكنتلاقاو مع الناس كيعطيونا هاد الميتيوريت وحنا نصيبوه. بغينا هادشي يوصل للمختبرات يقراو عليهم الطلبة، حيت دابا لقينا واحد البلاصة في أكادير اللي فيها الأستاذ عبد الرحمن، جينا دابا خدينا بزاف المعلومات، بغينا هادشي يتطور مزيان. الدولة التفت لهاد النيازي اللي هاملة غير في الخلات، تعطي لها واحد القيمة، تعطي لها واحد الترخيص ودير لها واحد المختبر اللي يبقاو يعرفوا الناس. كاين الناس اللي ما كيعرفش النيازي، والنيازي راه مفروقة، فيها القمرية، فيها بزاف اللي مفروقة. حنا بغينا نفهموا هادشي نفهموا أكثر. وشوف الزطراوي بوشعيب من مدينة الدار البيضاء، بديت في المعادن سنة 1986 في الدومين ديال الباريتي. الشركة كانت كتشري الباريتي من المغرب، شركة أمريكية كتشري الباريتي من المغرب، من عند عدة شركات، منهم كانت شركة كومابار، شركة سوكومبيس، شركة سوتراريم، وكنعملو هادشي ديال الباريتي كنصيفطوه برا. وتلاقينا مع الناس اللي كيعملو هادشي ديال الميتريت وكيجيو لنا الأحجار وما كيعرفوش القيمة ديالها، وحنا في الدومين كيطلبونا باش نقلبو ليهم عليها بحال هاد الحجرة هادي. هي عطاها لي واحد السيد من النواحي ديال تيدغيست إيميشيل. من بعد بقينا كنقلبو شكون لي غادي يعرف لنا القيمة ديال هاد الحجرة. مع دابا وزارة الطاقة والمعادن عطاتنا تسهيلات يمكن نستغلو هاد الأحجار، وبدينا كنجيبوهم لعند السي عبد الرحمن في أكادير، الراجل أستاذ ديال هادشي ديال النايزيك، كيبحث لنا على القيمة ديالها وكنعرفو القيمة ديالها، ومن بعد باش منبيعوهاش بشي تمن رخص. هادشي لي كاين. ودابا اللي عندو شي ميتوريت ولا عندو شي حاجة وبغي يعرف القيمة ديالها، راه كاين المتحف في أكادير، راه كاين السي عبد الرحمن تما، راجل موزان معقول، ويعطيك القيمة ديالها، يعطيك اش كتسوى هاديك لا ميتوريت.